طبعا احنا كلامنا مع مدينة العالمين مخلص، لكن احنا بنحاول نكون معاكم في كل مكان نشاور لكم عليه ونعرفكم ايه اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. المولات التجارية موجودة بكثرة في مدينة العالمين، لكن في مول كمان كبير جدا وهو يعني بيحتوي على محلات تجارية وعلى كافيهات وفي مجمع للسينمات وهايبر ماركت وغيره، وبيتميز كمان بالسماء المفتوحة زي ما بنقول. هي مش مفتوحة لكن انت بتحس ان انت حتى لو داخل فيه الساعة 1 2 بالليل انت حاسس ان النهار موجود، لان هو الكفر بتاعه من فوق كده القبه كلها عباره عن سماء مفتوحه. تعالوا مع بعض نتابع التقرير ده ونرجع لكم مره تانية ونتعرف على اهم الاماكن الموجوده في مدينه العالمين. من مميزات مدينة العالمين الجديدة إن كل الأماكن والخدمات اللي هتحتاجها هتلاقيها موجودة، يعني هتلاقي الشواطئ الصبح وتلاقي كمان بالليل الأماكن اللي أنت حابب تعمل فيها شوبينج أو تسحب فلوس من الاي تي ام أو أي خدمات تانية، وده اللي هتلاقوه موجود في الأومول، أفخم مول تجاري موجود على الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة، واللي أول ما هتدخله هتلاقي السقف الصناعي المصمم على شكل السحاب، وده لأول مرة بيتنفذ في مصر، وكمان هتلاقي السماء دايما منوره بضوء النهار على الرغم انكم ممكن تكونوا موجودين بالليل عادي جدا. فتعالوا بينا ناخد جوله في الأومول ونشوف شكله عامل ازاي، وكمان نسمع اراء الناس عن المول وعن مدينه العالمين الجديده. يلا بينا. ايه رايك اول حاجه في المول واول ما دخلت، يعني ايه اللي اتفاجئت؟ لا بجد واجهة مشرفة جدا لمصر، وحاجة جميلة جدا ان تبقى مكان بالرقي والجمال والعظمة دي موجود على ارض مصرية. اكتر حاجة عجبتني الصراحة طبعا هو ديزاين جميل جدا، ديكورات حلوة قوي قوي، ومنظر السماء ده انا اتخميت قبل كده لما جيت، كنت بحسبها سماء حقيقية يعني، بس طلعت بقى حاجة صناعي، فحاجة جميلة جدا بصراحة يعني. انا اول مرة ازور العالمين، والساحل هنا في مصر حاجة جامدة، العالمين حاجة جامدة جدا، الديزاين جامد زي ما انتم شايفين، حاجه كبيره جدا بجد، حاجه تشرف مصر. السقف والديكورات والمكان والحاجات اللي معموله في المول بسم الله ما شاء الله، اللي هو صراحه واسع جدا وحلو، واكتر حاجه جذبتني السقف. رايك في مدينه العالمين الجديده؟ تحفه، جميله جدا، فوق ما الواحد كان متصور، جميله. I'm from Serbia. I'm first time in Alamein, but it's a very very nice place and beautiful. أول زيارة بصراحة حاجة جميلة يعني، تشرف مصر. بالفعل طبعا زي ما شفتوا كده احنا كل حاجه بتشرف مصر فعلا في مدينه العالمين الجديده، ويمكن ده اللي بتقوم بيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، انها بتحاول تدعم بشكل كبير التنميه العمرانيه وطبعا التنميه السياحيه اللي موجوده هنا في مدينه العالمين الجديده علشان تكون وجهه ومقصد سياحي لكل انحاء العالم.